تمام. نعم دكتور. نعم تمام صوت. مش سامعك يا قتيبة. بحكي تمام الصوت تمام واضح. Good. طيب أنا يعني تكنولوجيا ويك. البقية في محمد أحمد مين كمان؟ في معنا 22 على الميتينج. في عدنان ماشر. في هديل. نعم الكل سامعني الآن مثلا هي؟ سامعينك الجميع. تمام في غياب؟ في حوالي 4 غايبين مش حاضرين. 4 غياب ليش؟ مش عارف والله ليش. طيب هو بربريم. طيب مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. مساء النور. رابعة ولا سادسة؟ رابعة دكتور. الرابعة حياكم الله. أنا ليث مقابلة زميلكو أخصائي جراحة. راح نكون مع بعض إن شاء الله اليوم. احنا عارفين إنه الوضع لبكة علينا وعليكو، يعني بضل التعليم عن بعد مش زي لما نكون فيس تو فيس، بالذات في المساق الطبي مش لما يكون زي يكون أمامك مريض وأمامك فايتلز وأمامك إكزامينيشن، لكن ظروف الجائحة إن شاء الله نسأل الله أن يعديها على خير وسلامة علينا جميعا. فلذلك بدنا نكون يعني متعاونين أكثر، كان الله بعونكم أكثر. بعرف شوي الوضع حرج عليكم، لكن قدر الإمكان أنه نظل على تواصل، أنه من حيث أنه نقدر نوصل فيما يتعلق بالمطلوب منكم كرابعة، زي ما بتعرفوا اللي هو مينلي المطلوب منكم أنتوا الآن اللي هو history and physical examination. مش هي؟ تمام. كان بيودي لو في كيس ونقدمها، بس هذا لا يمنع حتى وإن لم يوجد المريض من أن أستمع إليك، وحاب أسمع منكم الآن كهيستوري، سواء قدمتوه سابقا أو عملتوه اليوم أو ما شابه ذلك، في سبيل أنه نناقش فيه، أنه نعرف الآن كهيستوري، لأنه برجع بقول بعنيني أنه الهيستوري taking this is the most important thing for you not now only now. هذا سيبقى من الآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالنسبة إليك الطبيب أن كان اختصاصك فيما بعد. فلذلك الهيستوري تيكينج شباب هو اللي بدنا نوليه العناية كذلك الأمر، ولا سيما أنه شوي إحنا الآن عن بعد كذلك الأمر. فمين شاطر أو شاطرة نقدم هيستوري بده سمعنا إياه لنتناقش فيه ونعرف كيف نأخذ الهيستوري؟ دكتور احنا بالجراحه ما اخذنا هيستوري، يعني ممكن بباطني او كذا هتول، ولا في الاسابيع السابقه ولا في الايام السابقه. ماذا قمنا لانه هذا انه ثاني اسبوع يعني. انتوا هذا اول اسبوع ثاني ماذا قمنا نهائيا. ايوه طيب يا سيدي انا بدي اسهل المعادله عليكم. أنا ما بدي واحد يتبرع منكم الآن على أسمع من ناجي نقول مرأة من الزملاء الآخرين ويأخذ مني هيستوري، وبدنا نلعب لعبة نفس يعني تو ميمك ذا إكزام، إنه نأخذ وقت نشوف قديش أخذ وقت في الهيستوري، وسويا نرجع نتناقش بالهيستوري نعرف شو الديفكتس، وأفرجيكم شو اللي بصير معكم بالامتحان، ليش كثيرين منا للأسف بيروا علينا علامات بالامتحان. فأنا المريض، مين منكم بده يتطوع يأخذ مني هيستوري؟ أنا دكتور. أنا متطوع. تشجع لما سمعت هي تشجع. ألو. إيه دكتور إيه. بس. ألو. أنا. نعم دكتور. في اثنين بس. اوكي مين ياخذ مني الهيستوري حكينا؟ دعاء تحبي ولا ايش؟ عادي دكتور. يلا قولي. الله ايش الكيس دكتور؟ احنا الان دكتوره خلنا نطبق الامتحان ما يجري في الامتحان
دائما بالمثال يتضح المقال. الآن بدنا نعرف تماما شو اللي بصير بالامتحان وكيف بنعمل وكيف تيجيك الحالة. أنت بالامتحان بتدخلي على بوكر فيس مان، والآن الكيس أنت لا تعلمي أي شيء. أنا النظام هو اللي رح يظل معك إلى رابعة خامسة سادسة إقامة إلى أن يشاء الله. فبالتالي في انت شو الكيس الان، انت دخلتي على الكيس وامك ممتحن بوكر فيس ما بعطيك اي اشاره وانا مريضك. يلا بلشي معي تيك ا هيستوري، هاي الجمله الوحيده اللي بحكي لك اياها الممتحن. تمام جو. اوكي انا دعاء ابو كف طالبه سنه رابعه، بدي اخذ منك هيستوري اذا ممكن. اوكي حياك الله دكتور. طيب شو الاسم؟ ليث ماقبله. كم العمر؟ 34. الصوت مش واضح دكتور. 34. متزوج؟ نعم. وين مكان السكن؟ إربد. شو بتشتغل أو إذا بتشتغل؟ متقاعد عسكري. طيب شو اللي جابك على المستشفى أو شو بتشكي؟ بصراحة وجع بطن. وجع بالبطن؟ من متى؟ من ثلاث أيام. بلش من ثلاث أيام؟ نعم. طيب تمام. الوجع هذا وين بالضبط؟ يعني برأس المعدة تقريبا. برأس المعدة وأحيانا شوي على اليمين بحسه، يعني بالمنطقتين هذول. تمام. كيف كانت بدايته هذا الألم؟ كيف إجاك؟ قبل ثلاثة أيام كنت قاعد على الغداء، كانت زوجتي مساوية منسف، وأنا بتغدى أكلت اللقمة الأولى، الثانية، الثالثة ما قدرت، شد علي وما قدرت أكمل أكلي. يعني إجا فجأة ولا بالتدريج؟ والله لا شوي شوي، أنا أقول لك فجأة لا، gradually شوي شوي بيبتدي متقاعد. وبتقدر توصف لنا هذا الألم كيف يعني؟ إذا بتقدر مثلا تحكي لي كيف كانت طبيعة هذا الألم لما أجاك. إذا أنا حاب دكتورة أنه أخليك تكملي وبعدين نعلق على بعض الأشياء، بس خايف أنسى بعض الأشياء، لذلك أعذريني هون بجملة مضطردة. شباب إذا كنتوا تسمعوني، هذا من الأخطاء، أعذريني دكتور، احنا نتعلم من بعض، والهدف انه نعرف الصح. من الأخطاء الشائعة اللي معظمنا يمارسها أثناء أخذ الهيستوري، انه once he or she asked the patient about the character of pain he asked him in such maneuver. This is false. Why? انت مريضك وانا تعمدت اقول لك ثقافتي متقاعد عسكري، كلنا عبيد لله، ليس بالضرورة وليس مطلوب منه ان يمتلك، خلينا نقول، أبجدية طبية. فبالتالي لما أسأل المريض هذا السؤال المفتوح اللي بالنهاية المريض بالنسبة له يتساوى اسمه وجع، ممكن تكون في ثقافته يقدر يقول لك مغص ممكن، لكن otherwise ما عندهوش في معجم stopping pain ولا heart pain ولا throbbing pain ولا هذا الكلام. فبالتالي هذا السؤال إذا ما أردت أنك تسأله دائما للمريض، أعطيه example أو أعطيه خيارات. وإياك النقطة اثنين اللي بدنا نوصلها في هذه النقطة بالذات في الهستوري، لا تعطي خلينا نقول دايركت أو ليدينج كويستشنز. بمعنى آخر، إذا قلت له مثلا هذا السيناريو، عندك وجع مثلا المغص مغص، هذا خطأ. وبالذات أنا برجع بقول الشباب من كل منتوي يقدم، بقولها كثير للشباب، الامتحانات خلينا نقول لبرا يسمى الإي آر سي إس، الأشياء هذه، هذه النقاط في الهستوري تيكينج and how to establish a good relationship between you as a doctor and the patient، هذا ما يلوه الأهمية الأولى والمطلقة بعيداً عن رقم 2 و3 الألم.
فبالتالي هذه النقطة شباب مرة ثانية إذا ما أسأل عنها أنا بعطي خيارات للمريض، فبقول له مثلا طبيعة الوجع اللي صابك عمي، هل هو مغص، هل هو وخز أبر، هل هو زي وخز السكينة، هل بحس بنقف عليك، وهكذا. فبعطيه عدة خيارات. أعطيك أو في question هذا يؤخذ عليك نقطة. كمل دكتور. هو أنا دكتور بالأول كنت بدي أعطيه يعني بس إذا ما وصل بعطي الخيارات، يعني إذا ما قدر بأول سؤال. أوكي. تمام. طيب هسه بتقدر تحكي لي إذا كان الألم بحرق أو بشد عليك مثلاً شد، أو كان إشي زي البنبط أو وجع مستمر؟ يعني بصراحة ما قدر أوصف لك بالضبط. كان السيز صار نعم بس كان وجع مستمر هذا المثال مستمر. طيب كان هذا الألم راح لمكان معين ولا ظل موجود بنفس المكان؟ شباب معنا ولا طلعوا الرحال؟ معانا انتوا يا شباب؟ معك دكتور. نعم دكتور معك. كويس. كامل دكتورة. الألم ظل بنفس المكان ولا انتقل لمكان ثاني؟ الألم يعني أشعر فيه قلت لك براس المعدة الجهة اليمين، وأحيانا أشعر فيه بصراحة يعني باتجاه كتفي. نعم. طيب كان في إشي بيزيد الوجع؟ وضعية معينة، حركة معينة؟ مثل إيش؟ وضعية معينة مثلا قاعدة، شغل، والله الحركة يعني أكلك أنا ما صابني وأنا بأكل منسف، وقفت أكل وبصراحة ما قدرتش أجزم على الأكل مرة ثانية، خفت يرجع لنفس الألم فما جربت أني أكل مرة ثانية. بس وقفت الأكل خف الوجع يعني ولا كيف؟ يعني ارتباط مباشر ما حسيتش أنه خف الوجع مباشرة، بس حسيت أنه أنا بأكل أنه لا الأكل قاعد بيزيد فلذلك وقفت الأكل. طيب في إشي بيخفف الوجع؟ يعني ارتحت مثلا على وضعيه معينه، اخذت شيء دواء معين، اخذت ريفانين حبتين ريفانين قبل ما اطلع على المستشفى، يعني شيء بس نزلت على المستشفى بالطوارئ شبكوا لي ابره الشباب وخف شوي الوجع. وظل مستمر الالم طول هاي الثلاث ايام؟ ظل موجود دائما تقريبا يعني خلينا نقول بشده متفاوته بس كان مستمر خلال ثلاث ايام. طيب الالم كان بياثر على حياتك، يعني اثر على طبيعه حركتك عملك باليومي؟ طبعا يعني اضطريت اني اخذ اجازه من الدوام، ما قدرت اروح الدوام فظل يعني ما قدرت اطلع الدوام. طيب شو في أشياء ثانية صارت مع الألم؟ أعراض ثانية شعرت فيها؟ مثل شو؟ صار عندك استفراغ؟ يعني صار عندي استفراغ صار فيه؟ صار عندي استفراغ نعم. كم من مرة؟ نعم. كم مرة؟ استفرغت أربع مرات يعني أربع خمس مرات. كم مرة؟ الصوت بيقطع دكتور. أربع خمس مرات هيك سامعيني هيك؟ نعم صوت بيروح بيجي دكتور. طيب هيك تمام دكتور نحاول نسمع. أوكي. الولد الصغير هذا اللي بركض وين عندين عندي عندك؟ بقدر استأذن دقيقة دكتور؟ دكتور صوتك مش مسموع صار يعني صار قطع كثير. شباب
شبكة عندي فل يا شباب. طيب هيك خليني أشوف مثلا هيك. هيك تمام، بس المشكلة وانت تحكي روح. هيك تمام، بس المشكلة وانت تحكي روح وبيت. بعتذر دكتور على اللي صار. لا لا دون توري دكتورة، بمزح معك. تمام هيك الصوت. أوكي يلا كملي دكتور. الاستفراغ حكينا 4 لـ5 مرات. نعم. طيب شو كانت طبيعة الاستفراغ؟ شو كان الاستفراغ؟ شو مكوناته؟ يعني هو أجلك الله اللي أكلته استفرغته يعني هذه، وبعديها أنا ما أكلتش، فكان اللي هو عبارة عن زي مي يعني سواء للمعدة. طيب يعني بعد الأكل ولا بدون مثلا مرات بدون أكل؟ كل ما تأكل إشي مثلا مي؟ لا حتى بدون أكل صرت أستفرغ بدون أكل. طيب شو لونه بيكون الاستفراغ؟ أول مرة اللي هو الأكل اللي أكلت، وبعدين قلت لك صار زي مي يعني كنت بس أشرب مي خلال الفترة هاي، فكنت أستفرغ تقريبا المي اللي أشرب. ما في معه بلغم لون أخضر أو أصفر؟ لا. أو دم قطرات لون أحمر؟ لا لا ما في هاي الأشياء. لا الأربع لخمس مرات هذول على طول الثلاث أيام؟ نعم. ولا آخر يوم مثلاً أول يوم؟ لا هذول على طول الثلاث. طيب تمام. حكينا في شيء ثاني مع الاستفراغ صار حرارة مثلاً؟ ما حسيتش. طيب صار في إسهال أو إمساك؟ لا ما أي شيء ثاني لاحظت تغيير صار أو ألم أي شيء؟ تغيير إيش مثلا؟ أي ملاحظة يعني صار عندك اصفرار دكتور؟ اصفرار لا. طيب الألم بيروح الأكل وبيد ولا ما له علاقة بالأكل؟ الألم لما صابني من اللي كان مع الأكل، فلذلك وقفت الأكل. كان عندك الاستفراغ دم ولا بدون دم ولا إيه بالضبط؟ ما في دم وما في مخاط. دم. نعم. طيب. شباب احنا قلنا بدنا نحاكي سيناريو الامتحان اللي نتعود عليه. طيب. الان وفق سيناريو الامتحان الدكتورة اخذت مني 12 دقيقة، طبعا بالامتحان ماكس راح يخليك 10 دقائق. First of all يا شباب في اللونج كيس اللي هي بتعتمد على الهيستوري تيكينج، المفتاح تبعها الكورنر ستون فيها ان تقتل وقتك في اخذ الهيستوري من المريض. لكن بدنا نميز ما بين هيستوري علمي وما بين هيستوري خلينا نقول حشو. فمبدئيا كونه قطعنا العشر دقائق دكتورة بدنا نوقف هون تايمك، بدنا نقول لك وقف وبدنا نرجع الآن كونه خلصت تقريبا إلى هذا الليفل، نرجع من أول يا شباب ونبلش خطوة خطوة بما سألت الدكتورة في First of all history taking consists of three main parts. مشيك First of all is the patient's profile. Profile بدنا نسأل فيه زي ما سألت الدكتورة، سألت عن النيم، الايج، شو بيشتغل، سكان وين. دكتورة نسيت يا دكتورة، بيروح عليك بالتشيك ليست علامة. يجب أيها الرفاق كونوا واعيين معي، هذه نقطة مهمة. سؤال في البروفايل إنه هذا المريض هل قدم من خلال الطوارئ ولا قدم خلال العيادة؟ Does that make any sense or لكل شيء ربنا قال لنا جعلنا لكل شيء سببا فاتخذ السبب. فكرة الهيستوري إنجاز التشبيه، كل سؤال أو كل قيمة لسؤال معين أو لمعلومة لها قيمتها سواء كان بالإكسكلوجن أو بالإنكلوجن. فمثلا هل هذه المعلومة اللي أنا قدمتها الآن لها قيمة ولا مجرد حشو؟
انه نقول هذا المريض اجاك عن طريق الطوارئ ولا عن طريق العيادات؟ مين بيقول لي؟ لا اكيد لها قيمه، بتبين لي قديش الشيء السيفير بالنسبه او اثر على المريض. ثانك يو. اذا الريفلكت اكيوتنس اوف ذا كونديشن يس، قديش الليفل تبع سيريس. مريض دخل عن طريق العياده it is a cold case، بمعنى اخر اذا انا كنت مناوب فيرست اوف ان كول وبيتي بالنهايه مش راح افز وراح اشك سلف اطلع المستشفى، it is a cold case. بينما مريض ادخل عن طريق طوارئ بدي افز، بدي اعرف انه هذا acute condition serious condition. فبالتالي هذه من النقاط مثلا التشيك ليست اللي الدكتوره نسيت تسال عنها. كذلك الامر ايها الشباب والشابات، في المدرسه الطبيه بشكل عام هناك مدرسه، المدرسه الانجليزيه وانا من روادها بحبها مش اني مؤسس فيها، والمدرسه الامريكيه. المدرسه الانجليزيه وان كانت صارمه اكثر، اتباعها يؤيدون للاهميه اذا كان المريض has a multi-systemic disease like diabetes mellitus or hypertension, it's preferable to be mentioned in the patient's profile if the patient had have such a condition. Why؟ هل لهذا الأمر قيمة؟ بنرجع بنقول ليش؟ وهاي من الأسئلة اللي الممتحن بيوقفك، ليش سألت عن هاي النقطة؟ طب شو بأنيك هذا الجواب؟ فبدك تعرف حتى يسهل عليك فهم الموضوع. فلذلك قلت لكم المدرسة الإنجليزية وخصوصا أنتم بتدرسوا أكاديميين بيمتحنوكوا أحيانا، أنه بيقول لك نعم إذا كان عنده ملتي سيستميك ديزيز ضاعوا من البداية في البروفايل. ليش؟ مين بيقول لي ليش؟ دكتور ممكن يكون المريض إجاب كومليكيشن من هاي الديزيز، يعني مثل ديابتك أكيدو أسيدوسيس أو غيره. هاي واحد. في اثنين نقطة أهم دكتورة، السيرجيريز بالإيش؟ بصرف النظر سيرجري ميديسن. وين بقية الشباب؟ وين أنا مش سامع غير دعاء وقتيبة اللي بحكي هذا ولا مين؟ واحد فارس. فارس وين كرم؟ وين البقية؟ مثلا وين عبد الله؟ عبد الله؟ نعم دكتور نعم. صح. وين رانيا؟ معك دكتور. يا عيني. وين محمد؟ ها دكتور. يا عيني. شو كنا نقول آخر شيء محمد؟ شو آخر إشي حكينا هسا محمد؟ والله دكتور كنت بالحمام آسف. والله لا أنا أبو اليهود. انتم فاكرين اني مش شايفه يعني الان بالحمام كنت محمد؟ ماشي يا محمد انا مصدق، انا اهبل ومصدقك بس ركز معي لاني راح ارد اسالك كمان ثلاث دقائق. حاضر حاضر ماشي حضر لك الخير يا ضنايا. نرجع لموضوعنا ناهيك عن الكومبليكيشن دكتوره. الان مثلا على سبيل المثال انتم بتعرفوا كلكم انه على سبيل المثال الام اي سايلنت ام اي تيجي بنسبه 35% في مرضى الديابيتس. فبالتالي الآن والأتيبيكال بريزنتيشن يوجوالي هو اللي بيغلب عليهم. الآن إذا كان هذا المريض، وهذه نقطة خلاف عميقة ما بين الباطني والجراحة من زمان زمان، إذا كان المريض هذا المريض مثلا إجاك بأبدومينال بين زي السيناريو اللي أنت أخذتي الآن هسه، الآن إذا حكيتي لي من البداية أنه هذا المريض دايبيتس مليتس أنا بدي أوقف، بدي أضيف للديفرينشال دايجنوزيز اللي في بالي أنه قد يكون هذا المريض أتيبيكال بريزنتيشن للإم آي، وصارت والطباء جلسوا في المحاكم جراء هذا السيناريو لأنه أدخل المريض على أساس أبدومينال بين وظنوا بادئ الأمر أنه هو عبارة عن أبدومينال بين بيبتك ألسر، وكان المريض هو عبارة عن إم آي لأنه يعني خلينا نقول جاء بأتيبيكال بريزنتيشن. فالقيمة المعنوية التي تضفيها لي أنه أنا المريض من البداية أضع في البروفايل إذا كان عنده ديابيتس أو هايبرتنشن أو أني أذر ملتي سيستميك ديزيز حتى أكون أنا مصحصح. الآن أنت اللي بتعطيني الهيستوري وأعرف أنه أنا وين أبحث، هل أبحث في Atypical Presentation، هل أبحث في Other Differential Diagnosis. فهذا القيم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى Chief Complaint. مشيك؟ What's the Chief Complaint as a definition؟ شو يعني Chief Complaint؟ دكتور بس عندي سؤال على القبل. قول. هلأ إذا بحط أنه عنده DM و Hypertension بالأول مش ممكن
انه it leads لبايست شوي انه اصير افكر بانه complications من دي لدي ام وهايبرتنشن بما هو ممكن يكون شيء تاني. لا هي دكتور كومون القاعدة الطبية الأولى في الطب دائما اللي علمونا إياها أساتذتنا وأساتذتنا common is common لكن إلها تكملة but keep serious things in mind. بمعنى آخر common is common epigastric pain إلو common differential diagnosis سواء كانت في الجي آي في الريسبيرالتي whatever لكن keep serious things in mind لأن قلت لك الواقع أكبر من الخيال ما يحدث فيه والواقع أنا بحكي قلت لك في كثير من الأطباء مظلم من زملاء لأنهم ما زالوا مثلا كانت المفارقة أنه هذا الأبدال من البين جاء في النهاية كان هو عبارة عن anterior lateral MI فبالتالي أنا من البداية أنت لما لفتت نظري في البداية ولم يرد بي أن أبتعد عن الكومون وأبحث في الرير لا ما قلت أيها المتلقي لهذا الرسول أنه هذا المريض عنده diabetes ممكن يكون أحد differential diagnosis الأبدال عنده related to the CVS rather than by this maneuver or by this process. وصلتك صديقي؟ 100% محمد محمد دكتور قسم بالله قاعد يعلق عندك او عندي ما انا عارف دكتور صوتك بيعلق صوتك أنا أبو اليهود ورب البيت دكتور قاعد حلف والله بيعلق صوتك وين كنت يا محمد يا الآن الله صادق بس راحتك مرة ثانية أنا قاعد لك اللي يعمل طيب الآن الشيف كوبلين شو هو الشيف كوبلين يا محمد صدقني شو الشيف كوبلين دكتور قسم بالله قاعد يعلق فخلني اشبك على النت واجيك دقيقه بس قاعد يقطع صوتك بشكل رهيب ما في مشكله اي واحد من الشباب يجاوبني شو هو يعني الشيف كومبلين شو يعني ايش شباب الشيف المين كومبلينت اوف ذا بيشنت وذ ديوريشن تفضل ابروت انت وذ ذا المين كومبلينت اوف ذا بيشنت اجين طيب اوكي الآن أنت بناء على اللي سألتيني عنه جاوبتك شو بتقدر تقولي chief complaint إلي؟ الو ايوه دكتور طيب الرفاق هو عباره عن what the patient is complaining at the time of seeking medical help كمل على هذا التعريف مهم جدا by the patient's own words وهاف هذا الاشياء have to be followed by the duration of these symptoms اذا هو ما كان يشكو منه المريض لما إجانا على القوارئ وبلغة المريض by the patient own words وإيش يجب أن نتبع دائما مثلا 6 hours بنقول prior to admission then. لذلك بناء على الهيستوري اللي أنا حكيتها ما بيصير يا شباب أنا هذا النقطة اللي يعني بدي إياها إنه ما بيصير نحكي بالchief complaint على سبيل المثال epigastric pain this is a medical term it is misnomer to be mentioned in the chief complaint. لكن instead of we can use بنقول diffuse abdominal pain أو upper abdominal pain. فبالتالي النقطة اللي بدي أركز عليها الكل لما تيجي تقدم history do not use the medical terms in the chief complaint. Why? Because we use the patient's own words rather than the medical terms. ودائما يجب أن يكون chief complaint زي ما قلنا متبوعا بكم عدد الساعات أو الأيام اللي استمر عندك هذا chief complaint قبل ما تيجي على المشفى. السؤال الثاني اللي بدي أسألكوا إياه الآن لنفترض أنا عندي gastroenteritis وكان في عندي لما سألتني شو اللي جابك على المشفى حكيت لك عندي كان pain وكان في عندي vomiting وكان في عندي diarrhea سؤالي
كم chief complaint يجوز لنا أن نضع في chief complaint؟ Up to how? Up to how chief complaints؟ ثلاثة. شو رأيكو؟ ثلاث نحط؟ عادي قد ما. إذن الجواب السليم نقدر نستخدم one, two, الأذر بنستخدمهم أو بنذكرهم في الهيستوري في present illness. مين الاثنين اللي بنختارهم هم الموست سيريس أو فعليا هم الموست امبورتنت. فمثلا بقول له شو اللي جابك أكثر شغلتين، بيقول لك مثلا pain و vomiting. إذن فبقول chief complaint pain and vomiting for three days prior to admission. بنخش after that على الهيستوري في present illness اللي هو الجزء الأهم وهو المصيد الكبير إلنا جميعا. شباب الهيستوري في present illness أنا يعني أصر عليها دائما إنه هو عبارة عن فن رسم بالكلمات الطبية. أنت الآن لما يقول لك اكتب لي موضوع تعبير عن على سبيل المثال ذكرى معركة الكرامة، وبدك تقدم وأنا بدي أستخدم صور فنية وأدوات شعرية وتقديم متعة على ما إلى ذلك. نفس السيناريو إنجاز التعبير فيما يتعلق بالهيستوري of present illness في حالة الهيستوري وعبارة عن استخدام التكلفة، لأنه هون تمكمن حذاكتك وشطارتك كطبيب في أن تستخدم. هي عبارة عن فن تستخدم فيه معلوماتك تربط بين إلى differential diagnosis. الغاية من الهيستوري أيها الرفاق متبوعا بالphysical examination أن نصل إلى range of differential diagnosis. كل ما كانت شطارتك أكبر كل ما كان الديفرنشال دياجنوزز اللي بتوصل إليه نهاية الإكزامينيشن أقل. مش مطلوب مني ولا منك كجنرال براكتيشنر أو سبيشاليست أو طبيب ER إني أصل إلى سبوت دياجنوزز، لأنه هذه في أن دائما زي ما بنقول تريبل أسسمنت في هيستوري إكزامينيشن وبعدين بيجي عند الانفستيجيشن. فأحيانا بعض الديزيز ما بقدر أنا أوصل إلى سبوت دياجنوزز من خلال هيستوري وإكزامينيشن. فتكمن شطارتك فيما يتعلق في الهيستوري، كل ما كنت شاطر أكثر في الهيستوري تبعك كل ما قدرت توصلني كمتلقي أو ممتحن لك إلى differential diagnosis ضيق. في بعض الديزيزز it's a matter of clinical diagnosis of course like for example acute appendicitis، هذا clinical diagnosis. أحيانا في حالات معينة بنسبة قليلة بتكون equivocal بحاجة بالحالة هذه إلى اللاين الثالث اللي هو investigation مثل الـ CT، لكن otherwise أنا بهمني أصل إلى differential diagnosis. هذه قيمة الـ history of present illness، لذلك قلنا عنها هي فن. في الجراحة عندنا شغلة أريح من الباطن، ألا وهي أنه 90% إلى 95% من الـ patients اللي بيجونا على قسم الجراحة شو الـ chief complaint تبعهم هذول؟ مين بيقول لي 90% من الـ chief complaint إلهم؟ هو عبارة عن إيه؟ pain. It is a pain. Yes, pain. Pain في العم براوز، وأكيد هذا الكتاب يجب أن يكون بين أيديكم جميعا، وابن عمه اللي هو الحج ماكلاود. هذولا لخصونا المسألة ويسروها علينا. عندكم براوز؟ عندكم ماكلاود؟ عنا دكتور عنا. تمام. كيف لخصونا الهيستوري بالبين يا أبو حميد يا أبو قتيبة؟ شو البين دائما بنسأل شو سمانا إياه العم براوز؟ سوكفريز. بالتالي في الجراحة أنت محظوظ أنه 90% من المرضى اللي بيجوا عندك بين. بين قال لك إذا إجاك بين قال لك بتحط الكلمة السرية أمامك سوكريتس. سوكريتس اللي بدنا نخش هاي واحد. اثنين قلنا هو موضوع تعبير. الشخص اللي بيمتحنك شخص يعني يعيش ويتعايش على اللمبي، فبالنهاية إذا أعجب بأسلوبك التقديمي شفع على كذلك. إذا شافك من البداية لا حافظ أنه جاي يسمح أن بدي يحط عليك question mark. لذلك جميل أيها الرفاق أنه دائما تبلش الهيستوري في present illness باللازم الإيقاعي الآتي، ألا وهي أنه بنقول the patient was relatively doing well فاصلة till he مثلا 3 days prior to admission started to وبكمل. وقلنا في البداية relatively was doing well لأنه ما حدا فينا بلا ألم، كلنا بأوجاع، فلذلك بنقول the patient was relatively doing well في بداية دائما history of present illness. After that بنخش directly على السوكريت site. الاس الأولى في السوكريت site، هذه the most important step and the initial step. Why? Because the most important point in making the build up of differential diagnosis هي منطقيا site of the pain.
والصورة هذه الموجودة في كلا الكتابين براوز وماكلاود، ولا يخلو كتاب جراحة منها، إنه لما بيقسم لك الأبدومين إلى لاين أناتوميكال ريجن وبيقول لك كل ريجن هذه شو الديفرنشال. فهذا الفيرس بوينت والموست امبورتنت بوينت إنه تو ديتيرمين ذا إكزاكت بوينت أوف بين ذا سايت. والسايت بنعبر عنه في الهيستوري وفي بريزنت إلنس بالميديكال تيرمز، بمعنى آخر يا بقول إبيجاستريك بقول رايت إليك فوسة. بينما كيب إن مايند يا شباب ما ننساش في الشيف كومبلينت ما بستخدم الميديكال تيرمز، بستخدم البيشنتس ويردز. أوكي معايا يا شباب؟ معك دكتور. تمام. إذن السايت بدنا نسأل وين السايت وبدنا نحكي السايت. ومباشرة شباب في جزء من عقلك اللي هو الواعي واللاواعي كما جميعنا نعلم، عقلك اللاواعي في هذه النقطة وهذا الجزء أنت بتغذيه بالتكرار. بالبداية راح تكون صعبة لكن ليتر أن تصبح إيزي، إنه unconsciously بدك تحط differential diagnosis لهذا البين في هذه المنطقة during this period. أنت عمالك مستطرد بالهستوري، قال لك so creates all the onset of pain. شو بتعرفوا onset of pain يا شباب ويا صبايا؟ شو هم ال onset of pain؟ بنقسم البين حسب ال onset إلى إيش وإيش؟ gradual or acute. إلى إيش؟ gradual or continuous. acute or chronic. No, we are talking about the onset of pain. What does the onset of pain mean? Sudden or gradual onset. So, what does sudden onset abdominal pain mean? Mean بيقول لي in terms of pathology. Pathology. What does abdominal perforation. Thank you. First of all, perforation. هاي واحد. اثنين. Acute inflammation. No. Perforation. اثنين. Abdominal pain. I'm talking about abdominal pain. Pathology in the abdomen that causes sudden onset abdominal pain. First of all, perforation of the vessels. No. No, not acute pancreatitis. In terms of pathology. In terms of pathology, not specific diagnosis. Pathology, perforation. Ischemia. Thank you. Ischemia, اثنين. ثلاث. Obstruction. Acute obstruction. Thank you. أربعة. دكتورة أنت فاتحة الكتاب؟ دعاء لا يا دكتور. فكرت. لا لا. فكرت. محمد رجع بالسلامة؟ شكله لا لسه دكتور. والله لا عن اليهود. ماشي يا محمد كملوا. ثلاثه. اذا مره ثانيه perforation ischemia، شو كمان قلنا؟ obstruction ممكن، نعم torsion مش هيك؟ صحيح. شو الرابعه بالابدومن؟ تريبل اي abdominal aortic aneurysm rupture. وبتقدروا تضيفوا لهن الاورتيك dissection. إذا هذول الـ 6 terms of pathology هم اللي بيسببون sudden onset abdominal pain. ولما نسمع مباشرة، لذلك شباب هون قيمة الهستوري. لما تقول لي أنت قاعد بتقدم لي هستوري لمريض، بدي افترض أنا مناوب ورن علي زميل المناوب معي بالمشفى وبيقول لي دكتور، بقول له سمعني طيب يا أبو حميد شو اللي عندك، وبيقول لي sudden onset. إذا sudden بدي أفز عن الكرسي اللي أنا قاعد عليه، لأنه عارف sudden onset abdominal pain معناته واحدة من الأشياء اللي ذكرناها. All of these terms are acute conditions, very serious condition. فبالتالي sudden onset abdominal pain إما أن تعني perforation أو ischemia, obstruction, dissection, triple A rupture abdominal aortic aneurysm. الآن on the other hand, what does gradual onset abdominal pain mean in terms of pathology? It means one of two things. مين بيقول لي شو هم؟ Inflammatory process. Thank you. First of all, inflammatory process. Inflammation or infection. Thank you. Inflammation. شو كمان اثنين؟ Ulcerations. Thank you. Malignancy. محمد ها؟ لا عبد الله. عبد الله فكرت محمد دمعتي نزلت، قلت محمد رجع وجاوب. فإذا it means either
inflammatory process أو malignancy. هذا ما يجيب على بعض الشباب الآن لما قالوا مثلاً acute pancreatitis أو acute appendicitis. إذا بدنا نتكلم الصحيح وهذه من الأخطاء الشائعة، بتلاقي الزميل الموقر بيقدم حالة مثلاً عن acute appendicitis وهو بيقدم بالحالة بيقول لك the pain was of sudden onset. هذا مزنمة. Why؟ قلنا sudden onset شو يعني؟ الانفلاماتوري بروسيس منطقيا ايها الرفاق، وانتم اشطر منا بالبيسك لسه ما لكوش فتره وجيزه مغادرين البيسك. البيسك لما نيجي على الانفلاماتوري بروسيس it is not a matter of on off، لا مش كبسه زر. الانفلاماتوري بروسيس it is a matter of خلينا نقول long standing process takes time، حتى يعني بالبدايه حتى يتصدر البليتلتس المشهد اللي هي البدايه. هذا انت بتسلف بتحكي عن several hours منه تيجي البليتلتس وتبلش الجرانيولز اللي بالبليتلتس تعطي الالفا جرانيولز والسايتوكاينز وتبلش كيمو اتراكتنس للنيوتروفيلز وتتجمع البوليمورفز توصل البيك. هذه ماتر تيكس ات ليست 4 تو 6 اورز. فبالتالي منطقيا هذا يتضارب مع فكره انه الانفلاماتوري بروسيس تو بي اوف ا سادن اونست بروسيس. نو ات از ا جرادوال اونست ذات انكريزز ان انتنسيتي منطقيا وذ تايم. اذا سايت أونست عرفنا شو يعني الأونست of pain ونميز ما بين أونست sudden أو gradual. C اللي هي character of pain. شو بنعرف character of pain؟ ريحوني شوي حجيت كثير. colicky pain first of all. هاي واحد. اثنين. stabbing pain. ثلاث. throbbing. burning pain. أربعة. خمسة. good. Burning. Good. The most common two type of pains أو character اللي هم بنستخدمهم وايد في الجراحة either colicky أو stabbing. هذول تقريبا أكثر اثنين. بشيء colicky pain. What does colicky pain mean؟ شو الشروط اللي يجب أن نتوافرها حتى نقول هذا colicky pain؟ هاي واحد. اثنين، وهذا من الأخطاء الشائعة حتى في أمهات الكتب ويبقى حتى اللحظة، ألا وهو المزنمر تيرم في colicky pain. خلينا حبة حبة. شو يعني colicky pain؟ شو الشروط اللي يجب توافرها حتى أقول عن هذا الكوليك it is a true colicky pain؟ يعني بيروح وبيجي. بيروح يعني on off intermittent. طيب هاي واحدة. اثنين، إنه بخف مثلاً، بيكون موجود بخف بس يعني مش إنه لدرجة إنه يختفي. هذا إيش اللي بتحكي عنه true colicky؟ ما بعرف. هذا الفوز تروك. يس. نعم. تروك الاكتئاب اللي هو روح اللي بيجي وروح كليا، يعني ما بيضل له أي أثر. برد يجي، بروح كليا وبرد يجي. طيب. شوف نقطة النقطة الرئيسية حتى أقول هذا كوليكي بين وهذا مش كوليكي بين. مين بيقول لي شو هي؟ النقطة الرئيسية بعيدا عن الباترن اوف بين، الاوريجين نفسه تبع البين، الميكانيزم اوف بين. مين بيقول لي متى نقول كوليكي ومتى بنقول هذا؟ لا يعني اذا بدي اقرب لكم مثال. الاورجن. نعم. ثانك يو. اذا شباب اول شرط حتى يكون في عندي كوليكي بين it arises from a hollow viscous. It arises from a tubular-like structure organ. بمعنى آخر لا يجوز ولا يصلح أن يقول أو يقال إنه في عندنا colicky pain مثلاً في الليفر. هذا solid organ. ما بنقدر نقول في عندي colicky pain في البنكرياس. برضو solid organ. إذا first of all حتى أحكي colicky it arises from a tubular-like structure. Hollow viscous. بمعنى آخر بقدر أقول colicky pain ناتج من البول، ناتج من اليوريتر. إذا هذا الأول. اثنين، صار في عندي certain degree of obstruction في certain level من هذا الهولو فيسكس. ثلاث، هذا الأورجان is in an attempt to get rid of this obstruction من خلال peristaltic movement تبعته. أربعة، حتى أميز ما بين true colicky pain والfalse colicky أو اللي هو المزنمر تيرم تبع colicky pain، ونأخذ مثال على true colicky pain مثلا يا شباب اليوريتريك كوليك، حصوة باليوريتر، هذا ترو كوليك. بينما الفولس كوليك مثلا أو المزنمر كوليك اللي هو لايك على سبيل المثال البيلياري كوليك. ليش؟
ليش هذا قلنا عنه true وليش هذا قلنا عنه false أو مزمر، مع أنه كلاهما ينشأ في tubular أو hollow viscous like organ. لكن الفكرة أيها الرفراخ كالآتي، true colicky pain مثل اليوريتريك بين اللي بيصير الآن. إحنا في البداية نتخيل مع بعض في محور السينات ومحور الصادات، إحنا على zero point إحداثيها zero zero اللي هو محور السينات يمثل محور التايم، ومحور الصادات محور السترينث أو خلينا نقول قوة الألم. بلشنا في النقطة زيرو، ما فيش وجع، صار الوجع الآن ظنيا بده يتزايد هذا الوجع بمرور الوقت حتى يوصل إلى البيك. After that, in the scenario of true colicky pain, the pain will be subsided gradually till it reaches the zero point. وصلت يا شباب؟ في true colicky بوصل للماكس وبرجع للزيرو بوينت اللي هي البوينت out of pain. بينما في false colicky pain أو المزنمر term colicky pain اللي بيصير بنبلش بالزيرو بوينت نطلع للماكس. After that gradually the pain will be subsided but it will not reach the zero point. بيظل at a certain level above the zero. يعني البين بمعنى آخر will not be completely subsided. وصلت ولا أعيد؟ وصلت دكتور. سأكر عليها لأنفل. ممتازين. إذن هذا true colicky وهذا false colicky. الفرق بينهما. وهذا يعني اللي بهم. other terms او other type اللي هو نعم زي الثروبينج بين اللي هو هذا ما يميز الفاسكولار يوجوالي انه بيجي على شكل ثروبينج او بلسيتينج، في ان اللي هو الستابينج بين بنعرفه بالجراحه مين اللي مثلا في حاله الاكوت بانكرياتايتس، في ان قد يكون اتشي قد يكون هارت بيرن وات. اذا سوكريتس بعدنا بنحكي سايت حكينا اونست كاركتر اوف بين. سالتيني دكتور عن الكاركتر اوف بين، بماذا اجبتك انا؟ ما في شيء معين يعني ضل قلت لك بالأول في الفترات السابقة كان somehow colicky، لكن آخر مرة اللي هو جابني على المستشفى كان continuous وما يعني مش بس مش colicky. طيب سوكريتس SOC قلنا R radiation to the pain. وهنا أيها الرفاق نستذكر سؤال راح تنسألوه الآن وبكرة، وأنا شخصيا نسألته بالبورد وبتنسألوه في أي وقت مش بس بالجراحة anywhere، اللي هو ما الفرق بين الراديشن واللي الراديتنج خلينا نقول، وما بين الريفيرد بين وما بين الشيفتنج بين. ونبلش بالأسهل الشيفتنج بين. What does shifting pain mean؟ دكتور يعني الشيفتنج بين يعني كان موجود بمنطقة وانتقل لمنطقة ثانية خلص بطل بالأولى موجود أصلاً. Thank you. إذن it simply means لو افترضنا في عندي two points point A و point B. Shifting pain معناته the pain started at point A. After certain period of time, the pain will be completely transferred. بدو يختفي من المنطقة A وcompletely بنتقل إلى another distant point اللي هي point B. مين بعطيني typical exam على هذا البين؟ مين حافظ exam على shifting pain؟ common. Appendicitis. Thank you. Appendicitis. Yes, appendicitis. The pain begins peri-umbilical or para-umbilical after certain period of time. وبالمناسبة قديش period of time the pain تبع the appendicitis تيصير له shifting إلى right إلى فزة تتراوح من إلى مين بيقول لي قديش تقريبا؟ ساعات هي دكتور صح؟ قديش تقريبا يعني خلينا نقول الأفر كم؟ ما سمعت كم قلتوا؟ بالكثير 24 ساعة يمكن. إذن هي قد تقصر من نصف ساعة وقد تستمر إلى 12 ساعة تيصير إلو شيفتينج. إذن هذا الشيفتينج بين تيبيكال إكزام أبندسايتس. بين ببلش بنقطة بعد certain period of time completely بيختفي من هذه النقطة وبنتقل إلى نقطة أخرى قد تكون بعيدة عنها. هذا شيفتنج. اثنين radiating pain. مين بيقول لي شو يعني وبضرب لي مثال؟ أحكي؟ تقول الآن في منطقة وفي نفس الوقت تكون في منطقة ثانية. إيران. مثل البيلياري كوليك اللي هو بيروح على الرايت سكابيولا.
لا رانيا اوكي يس جود جوابك سليم بس دعاء دعاء انت اللي قلتي الاسكابولا لا لا انا دكتور مين انا رانيا آه لا الاسكابولا رانيا هذا is an example of referred pain this is an example of referred بمعنى اخر الرادياتنج بين نعم جوابك في البداية سليم الرادياتنج بين معناته نرجع على المثال اللي ضربناه A و B the pain initially starts at a point A at the same time the pain is felt in another nearby point اللي هي point B الألم ببلش على النقطة A اللي هي نقطة الباثولوجي اللي صار فيها الباثولوجي بنفس الوقت المريض بشعر بألم آخر في منطقة أخرى مجاورة مثال ذلك The pain of pancreatitis. The pain is felt. المريض بيقول لك في عندي epigastric pain وبنفس الوقت بيحكي لك دكتور بضرب على ظهري nearby point. فهذا radiating pain ومثال عليه قلنا the pain of pancreatitis. طيب ثلاث referred pain. What does it mean? مثال عليه. ما بتحس أنا مثل أجين ما سمعتش. يصير أنا بمكان ثاني غير مكانه. What does it mean in terms of embryology of anatomy? أشكرك كلمة واحدة ديرماتوم same ديرماتوم. إذن exactly. إذن the referred pain the pain starts at point A اللي هي فيها الباثولوجي. At the same time the pain is felt in another distant somehow point اللي هي point B. شو التفسير ذلك إنه they share the same dermatome خير مثال على ذلك اللي هو the pain biliary colic biliary colic the pain is felt in the right upper quadrant at the same time the same pain is felt also في the interscapular region why because these two regions are supplied by the same dermatome اللي هو C345 إيش علمونا أيام التمهيدي إيش makes the patient alive مش هيك إنه المسؤولات عن الديافرام فهذا تفسيره أنه they share the same dermatome إذن في أن referred بين شباب هاي من الأشياء تسألوا فيها يعني مرارا وتكرارا referred radiating pain شو يعني وأيضا shifting pain what does it mean واحفظوا دائما مثال على كل واحد طيب so create بعدنا منك side onset character radiation شو أن بيجي بعد ذلك so create association Associated symptoms الآن اللي هي وهون برجع زي ما لما سألتنا الدكتورة رانيا هي اللي أخذت السوري ولا مين اللي أخذت السوري؟ دعاء آه. أيوة لما سألتين السؤال بنفس ما علقت لك في البداية لا تعطي أسئلة خليني أقول شوي بيك بالنسبة للمريض المريض بالنسبة له وجع وجع لما تضربه على راسه هذا اسمه وجع ولما ينحرق هذا اسمه وجع ولما يجي من المغص الكلوي هذا اسمه وجع يخلو قاموسه الاعتيادي على المصطلحات الطبية لايك throbbing ولا هل هو itchy ولا whatever فبالتالي دائما give an example do not give a closed question فبالتالي لما بدك تسأله عن الاسويت symptoms بقول له هل رافقوا أعراض ثانية مثل استفراغ شعرت بالغثيان بدك تراجع بس ما راجعت هل صار عندك إسهال هل تغير طبيعة البراز أجلك الله وهكذا هذه نقطة نقطة ثانية سألتيني عن الحرارة شباب fever is a sign it is not a history it's a sign بمعنى آخر الفيفر إنه قديش حرارته هذا عليه حرارة ولا لا هذا بنأخذه بالvital signs فهو it's a part of the physical examination فهذه من المصائد التي يعني يصطادنا فيها الممتحن أحيانا إنه لما نقول له there was no fever هذا misnomer why because it is a sign ممكن تلعب عليها لعبة نلف من وراء الجبل إنه نقول there was no documented fever أو نستعيض عنها إذا بدنا نوصل هالفكرة بنقول إنه there was feeling of hotness أما كلمة fever بحد ذاتها لا تستخدمها في الهيستوري of a present illness لأنها a sign rather than في a history فالآن هذول الassociated symptoms كل واحد منهم بدك تسأل عنه مثلا أنا كان عندي الassociated symptom vomiting الدكتورة سألتني مثلا عن contents سألتني عن how many times سألتني إذا كان في blood وميوكس مين بيقول لي في أسئلة أخرى ممكن نسألها عن الفوميتين وشو هي إذا كان بروجكتايل أو لا إذا كان معنا خلينا واحدة واحدة
Thank you. خلينا واحدة واحدة. Projectile or not? What does it mean projectile vomiting? شو يعني؟ يعني قوي جدا مندفع كثير زي النافورة. What does it mean in terms of pathology? What does it reflect? في obstruction مثلا. Obstruction. نقطة ثانية أهم. Pyloric obstruction. أهم. هون يا شباب قيمة الهستوري نرجع بنقول إنه شوف يعني أحياناً كيف كلمة فعلياً يعني بتحول المساق من اليمين إلى الشمال. بدي أضرب لكم سيناريو بسيط أنا بضربه يعني وأصر على 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 إقرار ضربه لأنه بالمثال يتضح المقال. بدي أضرب لكم تو سيناريوس. إحنا الهدف إنه نبين كيف الكلمة أحياناً بتفرق معك. تو سيناريوس. لو افترضنا السيناريو A في عندي يانج ميل عمره 30 سنة healthy wealthy medically free جاني على الطوارئ وبشكي من right sided lower abdominal pain وكان هذا الـ المريض cannot stand still shouting pain بقلب قلب واو بسبع الدكاتر وين هذا سيناريو A. سيناريو B نفس الشخص أخوه التوأم نفس العمر healthy wealthy وميديكلي فري ونافس لبس اللبس اللي لابسه أخوه التوأم وجع الطوارئ وبشكي نفس أخوه من right lower abdominal pain بس بيختلف فقط بكلمة واحدة عن أخوه ألا وهي إنه هذا البيشنت in still posture الأولاني cannot stand still الثاني لا in a still posture يعني هادي وحتى شوي مساوي فليكشن للني. شوف السيناريوهات الاثنين A و B متطابقات تماما إلا بكلمة واحدة مختلفة وبقدر أقول لك إنه هذول السيناريوهات الثنتين تختلف التعامل معهم اختلاف كله. في سيناريو منهم لو كنت أنا مناوب بدي أشغل سيارتي وأنزل على المستشفى والسيناريو الثاني بدي أرن على زميلي أقول له هذا روحه وخليه يجي بكرة مين بيقول لي كيف وليش وشو هو الكلمة اللي أفرق عشان أبين لك قيمة الهستوري كما ستدركون لما على خير وسلامة تنطلقوا إلى الميدان ويصبح المريض مسؤوليتك أمام الله في القانون. مين بيقول لي what's the difference ومين اللي بشق سلف وبروح ومين اللي بقول له روح كلمة. لازم أتعامل معه بسرعة يعني ما في ولا أي بوزيشن بتريحة. اللي بيصيح؟ آه. ضحك عليك دكتور. وين؟ ضحك عليك. أخذتك العاطفة وشفكتي عليه وأنه بيصيح ويا ولدي ويا ضنايا وضحك عليك. في الطب تتعلم دائما وبحكي لكم إياها من واقع تجربة مريرة إنه لا اللي بيصيح لا تخافش عليه. ليش؟ نرجع لتروما. اللي بيصيح على الاي بي سي هذا معناته الايروي انتاكت معناته البريثنج كويس ومعناته السيركوليشن كويس لدرجه انه في حيل يشد حاله ويصيح. هذا لو اجاك ماسف ار تي اي على الطوارئ كما سياتيك دكتوره وياتي الجميع وان منكم الا واردها. اذا اجاك ماسف ار تي اي وكان واحد من الموجودين قاعد بيصيح هذا سيبه هذا اكثر واحد مستقر ابلش بالساكت لانه الساكت ليس ادبا سكت وإنما مرارة. المريض الأولاني دكتورة هذا السبوت دياجنوزز إله يوريناري أو سوري يوريتري كوليك هذا تيبيكال يعني بريزنتيشن لواحد عنده ستون سمول ستون هذا رأس مالها تعطيه رينجر لاكتيت 500 سي سي بس كوبانك بتعطيه مع كلوبرام وبتقول له ثاني يوم تعال على عيادة المسالك هذا ما في داعي أنا أشغل سيارتي وأطلع المستشفى أشوف. المريض الثاني دكتورة اللي كان ستيل بوستشر هذا الستيل بوستشر ليس أدبا مش لأنه المريض هذا جاي من بليلة منطقة متحضرة أو لا هذا المريض وإنما في عنده إنفلاماتوري بروسيس هذه الإنفلاماتوري بروسيس ملامس الآن صارت الأبندكس للبيريتون أي موفمنت أي نفس بأخذه هذا المريض بده يصير الألم أوبا فبالتالي هذا راح يظل إن ستيل بوستشر وإنفليكشن لايك بوستشر مريض وإنما في عنده inflammatory process هذه inflammatory process ملامس الآن صارت الأبندكس للبيريتون أي movement أي نفس بأخذه هذا المريض بده يصير الألم أوبا فبالتالي هذا راح يظل in still posture وinfliction like posture بنسميه اللي هو infant like posture فهذا المريض أوبا بقول نعم هذا في عنده appendicitis فهذا بده شغل بده عملية. فشوف شو الفرق كان كلمة واحد هذا ما أعني أيها الرفاق أنه الكلمة أحياناً بتفرق معك حتى في الدياجنوزز في المسؤولية
المريض الأول روحته على البيت بيروح بينام ما عنده مشكلة. المريض الثاني ممكن يروح على البيت يصير عنده perforation ويصير عنده peritonitis وموت وتنحكم عليه لا سمح الله. فلذلك بدك تكون يقظ. فبنرجع اللي قادنا لهذا الموضوع أنه projectile vomiting قبل الكلام السليم اللي حكيته لكن it means central nervous system إيش صار عندي تروما. المريض اللي بيجيك مثلاً كوار الكيس وبتقعده في الطبارئ observation وانتبهت عليه وإذ به projectile vomiting هذا اعرف أنه ماخذ ماسف تروما ومين لي على الهد أدت إلى increase في intracranial pressure هو المسؤول عن إيش عن الفوميتين. فبالتالي إذن هذا what does it mean for all projectile. إذن أولاً بدي أسأل عن البروجكتايل. شو بدي أسأل كمان؟ How many times؟ بعنينا how many times دكتور ودكتورة؟ يعني أنا قلت لك 5 مرات هل يعني فرق إذا قلت لك مرة عن 5 مرات أو عن 10؟ What does it mean؟ دكتور ممكن نشوف إنه إذا كان patient dehydrated ولا لا حسب الفوميت. Thank you. Thank you. إذن قبل الدياجنوزز مانجمنت المريض اللي مراجع 10 مرات هذا عنده fluid electrolyte disturbance هذا ممكن تخسره وانت تتفرج عليه بالطوارئ نتيجة hypovolemic shock. إذن how many times لها قيمة وقيمة مطلقة. إجاني مريض pancreatitis ومستفرغ 10 مرات ما فيش عندي وقت الآن أني أقعد أبلش فيه أسوي له investigation وأطلب له CT لأنه ممكن أرستد أثناء CT scan. فهذا مباشرة first of all بدي أسوي له double cannula وأعطيه فلويد وأضبط الفلويد والإلكترولايت والأسيد بيس بعدين أبلش بالإنفستيجيشن. Contents, yes, it reflects the level of obstruction. إجاني هذا المريض براجع شو بتراجع طيب يا أبو فلان؟ قال لك براجع اللي أكلته إذا نوقف. Level of obstruction جاي high, proximal. بينما واحد أجلكو الله ركبنا له النيزوغاستريك تيوب وقاعد بيطلع فيكولنت ماتيريال هذا معناته level of obstruction down, distal, away, large bowel. هاي من نسبة للcontents. وجود البلد, وجود الميوكس, نفس العملية. بدي أسأل كذلك الأمر, هل في foul smelling أو لا؟ شو كمان في سؤال مهم جدا أيها الرفاق وذو قيمة؟ يجب أن نسأله في نهاية الفوميتينج. الأماونت؟ نعم. أماونت؟ غير الأماونت. أماونت مهم. في سؤال بنهاية الفوميتينج لازم نسأله. إذا كان البيشنت نوزياتد كان عنده شعور بغثيان. غير النوزيا. بعد ما تسأل كل شيء عن الفوميتينج لازم تسأل سؤال مهم. إذا بترتاح بعد ما تستفرغ. أشكرك دكتورة. نعم. إذا كان if the vomiting if the pain had been subsided gradually أو sorry completely أو partially. مين بيقول لي شو قيمة هذه الإجابة؟ ليش؟ إحنا قلنا إن لكل شيء سبباً فاتخذ سبباً ربنا قال وإنجاز التعبير قلنا كل جملة لها قيمتها يا بأسقط دياجنوزز يا بفندو يا بأكدو. فهذه القيمة شو القيمة المعنوية لهذا السؤال يا شباب؟ بيكون related to the food, vomiting. يعني be more specific in terms of pathology بدي تعطيني شو يعني؟ أنا الآن براجع وقول لما سألتيني لما راجعت ارتحت شوي خف الوجع قلت لك آه واحد ثاني قال لك لما راجعت لا ما أثرش على الوجع شو يعني من البيبتك ألسر ديسيز دكتور ممكن إنه يكون عنده غاستريك البيبتك ألسر ديسيز وضح يعني. أكثر الغاستريك ألسر إذا استفرغ المفروض يرتاح لأنه فيش إشي يعني يعمل استيميليشن للبرايتل سيلز إنها تطلع الأسيد جوس فيعمل ريتيش للألسر يعني هي لكن بي يعني خلينا نقول مزبوط لكن خلينا نقول انترنس اوف باثولوجي لما الآن هذا البيشنت الفوميتينج تؤدي إلى أنه البين شوي سبسايدد معنى ذلك أنه الميكانيزم اللي صارت عنده أنه البين is caused mainly by certain irritants مساوي irritation للميوكوزا of the alimentary tract. So once the patient had get rid of these contents طلعت بالاستفراغ إذا منطقيا إذا ذهب السبب ذهب العجب مش هيك المثل بيقول فبده يروح المسبب لهذا الألم فبده خف وجعه منطقيا إذا بدي أقول إنه هذا الدياجنوزيس تبعه في عندي something مساوي irritation للميوكوزا of alimentary tract دليل إنه لما راحت خف الوجع بينما شخص مريض appendicitis الآن هذا المريض الفوميتينج ما راح يحسن الأبدومينال pain why because the pain is not related to the contents of alimentary tract
بحيث وانما هون شو الميكانيزم اوف فوميتينج؟ الفوميتينج هون صارت انه نتيجه الديستنشن اوف ذا ابندكس صار في الفيزيرال فايبرز نير فايبرز اعطت امبلس للكيمو ريسبتور تريجر زون وفسرت انه اعطيني نوزيا وفوميتينج. اذا وصلت يا شباب كيف انه لذلك في نهايه الفوميتينج دائما كيف ان مايند وهي النقطه كلنا بننساها فما تنسوهاش وكرروها انه في نهايه الفوميتينج اني اسال هل البين تاثر بالفوميتينج؟ هل لما راجعت خف ما خفش؟ هاي شو يعني وهاي شو يعني؟ اذا كل اسوشيتد سيمبتوم يا شباب يا صبايا يجب ان نفصله تفصيل دقيق وكل تفصيله قلنا لها قيمتها اللي بتنعكس علينا اما ايذر اكسكلوجن لدياجنوزس معين او انكلوجن لاخر. نرجع للسوكريتس سايت اونست كاركتر راديشن اسوشيشن تايمينج. تايمينج مهم. هذا البين كان كونتينيوس ولا انترميتنت؟ كونتينيوس معناه توقف بعندي سمثينج انا سيريس هذا وخصوصا اذا كان بعماله بيزيد بالانتنسيتي. انترميتنت بيجي على شكل اون اوف نوعا ما اذا نوقف شوي كوليك الامور اكثر من كونها تكون انه في عندي ديزاسترس بروبلم. تايمينج اكزاجيريتد فاكتور اكزاجيريتنج فاكتورز وريليفينج فاكتورز. هذا الوجع كان يزيد مع شيء معين. شو المقصود بالشيء المعين؟ هل كان يزيد مع أكل؟ مع شرب معين؟ مع نشاط معين؟ وهذا ضربنا مثال عليه قبل شوي. نعم له قيمة. أي مريض بيصير عنده في inflammatory process وهذه inflammatory process ممكن في لحظة معينة تأثر على البارايتال بيريتون، إذا اعرف أنه أي movement بيقوم فيها هذا المريض حتى لو كانت mild movement بدها تسبب pain. لذلك هذا المريض بيكون حريص أنه ما يقوم بأي مجهود. لذلك يا شباب وراح تشوفوهم مثلا مريض الابندكس، مريض الابندكس في بعض الكتب بتوصفه لما يجيك على الطوارئ انه لما يعني يجلس على السرير بيكون in a fetal like posture زي وضعية الجنين. كيف بيكون ثاني رجليه وركبه in a flexion؟ ليش؟ لانه بهذه الوضعية بيبعد الابندكس عن البارايتال بيريتونيوم حتى يقل الالم، ما بيقدر يمشي ما بيقدر يتحرك. لذلك جزء نربط شغله بشغله physical examination. لما علموك الphysical examination إن كانوا فعلوا قالوا لكم الجزء الأول من الabdominal examination اللي هو لما توقف at the bottom of the bed على عند رجلين المريض نهاية السرير وتطلع على الأبدومين وتعلق على أربع نقاط، مش هيك؟ إنك تقول the abdomen is symmetry أو مش symmetry والambaricus is centrally located. والنقطة الثالثة تعلق على الثوراكو abdominal breathing اللي هو normal breathing عندي وعندك إنه يكون ثوراكو أبدومينال. هؤلاء المرضى اللي بيكون عندهم elements of peritonitis زي مرضى زي الأسف هذا ما بيقدر يساوي أبدومينال بريثينج، بيكون البريثينج أيها الرفاق دقيقة ألو دكتور راح صوتك، ايش كنت تحكي؟ وين كنا اخر شيء صوتك؟ شو حكينا اخر شيء؟ بالضبط. ومن ضمنها انه نعلق على ثوراكو ابدومينال بريثينج اللي هو الموجود في النورمال بيرسونز. انا انت الان بنساوي ثوراكو ابدومينال بريثينج، لكن المريض اللي بيكون في عنده مثلا ابندسايتس بيكون في عنده بيريتونايتس هذا ما بيقدر to take thoraco abdominal breathing، بيكون the breathing mainly عنده thoracic وبيكون في عنده rapid shallow breathing. ليش؟ ما بيقدر يحرك بطنه لأنه إذا بطنه تحرك مع أي حركة ال parietal peritone will hit the inflamed appendix فبده يسبب له pain. فبالتالي إذا بدي أسأل عن الأشياء اللي ممكن تعظم هذا الألم سواء كانت movement سواء كانت أكل شرب وضعية معينة. مثال أضرب لكم على آخر على relieving مثلا كذلك الأمر بالمقابل. فاكر مثلا مريض البنكرياتيتس، البنكرياس as you know is a retroperitoneal organ شيك موجود خلف الغشاء الصفاقي بالمناسبة باللغة العربية يعني البيريتون. المريض البنكرياتيتس لما يصير في inflammation هذا gradually راح يصير في عنده edema fluid collection around the pancreas. هذا edema itself it will compress the neural plexus اللي جاي surrounding and posterior to the pancreas. This process بدها تسبب له pain.
بالإضافة لبين الإنفلاميشن. يجد مريض البنكرياتيتس إنه أسهل مانوفر يحتال فيها على وجعه إنه by bending forward. By this maneuver البنكرياس بتقدم للأمام ببعد عن النيورال بلكسس اللي وراه فيخف عليه الألم. فبالتالي هذا مثال على relieving factor. قد يكون كذلك الأمر وضعي أو أكل أو شرب أو ما شابه. إذن أيها الرفاق هذا الجزء الأول من الهيستوري أوف بريزنت إلنس إنه هو عبارة عن كومبليت أناليسيز للسوكريتس. هاي قديش صارنا بنحكي قرابة الساعة وربع لما للموضوع من أهمية. يظن البعض منكم يا شباب إنه ويعني بنشوف البعض يعني عدم المؤاخذة لما تكون ببعض الامتحانات بدخل الزميل العزيز بخلص الهيستوري تبعته بثلاثين ثانية وبمسك الممتحن العزيز بيظل يسأل فيه تينشف ريقه. فالكي أو المفتاح أو الكورنر ستون تبع اللون كيس إياك اقتل وقتك بالهيستوري لا تسلم نفسك للمفتاح. الجزء الأول من الهيستوري سوكريتس. الجزء الثاني من الهيستوري إنه الآن أنا رسمت بناء على السوكريتس تصور لديفرينشال دياغنوزيز معين. يعني لما سألتني الدكتورة عن البين أنا أعطيتها إنه هذا البين موجود في منطقة الإبيجاستريك والرايت أبر كوادرن رادييتينج للشولدر. هذا البين كان كونتينيوس أسوشيتد وذ نوزيا فوميتينج و شو كمان بوزيتيف فايندينجز ذكروني معايا يا شباب بس آخر عشر ثواني قطع من عندك دكتور شوي. يعني الآن بنرجع للسيناريو اللي أنا ذكرته. أنا ذكرت الدكتور لما أخذت مني هيستوري إنه في أن epigastric and right upper quadrant pain radiating the shoulder وكان هذا pain associated with nausea and vomiting many times. الآن أنا رسمت تصور لdifferential diagnosis. النقطة الثانية من الهيستوري الآن إني أمشي مع كل differential أسأل عنه أسئلة إما أن أفنده وإما أن أؤكده. شو الديفرنشال دياغنوزيز ذا ابيجاستريك اند ابر رايت ابر ابدومينال بين يا شباب؟ دائما لما تسال هذا السؤال كيب ان مايند انك تبلش بالكومونز كومون وكيب ان مايند ما تنساش السيريس ثينجز. اذا جود اول تفسير او اول دياغنوزيز قد يكون هذا دياغنوزيز لكوليسيستايتس. هاي واحد. اثنين Thank you. إذن دائما الرول نمبر 2 في الطب والجراحة be systematic. لما تكون systematic يسهل عليك حفظ المعلومة وبقائها معك ما بتروحش منك ويسهل عليك ما تضيعش. بعض شبابنا حتى المقيمين منهم كان لما يدخل على الامتحان تلاقيه حافظ أنه مثلا history of lower GI bleeding أنا لازم أسأل عن كذا وكذا وكذا. يعني زي سوالف surgical recall I get smashed. هذا كلام عبارة عن ما لهوش علاقة بالطب والدواء. اللي إله علاقة بالهيستوري قلت لك وقلت لك مرة ثانية إني برسم تصور لديفرينشال دياغنوزيس. الآن أنا في عندي إبيجاستريك رايت أبر كوادران بي سيستيماتيك. الآن في عندي قد يكون الكوز جي آي وقد يكون الكوز ريسبيراتوري وقد يكون الكوز كارديوفاسكولر وقد يكون الكوز رينال. هذول الفور سيستيمز هذول نفس العملية بعطوني إبيجاستيك أور أو أند رايت أبر كوادران. فكومنس كومن إذا أول شيء بدي أسأل عنه لازم الكوليسيستايتس. فبدي أسأل هذا المريض الأسئلة اللي قد تؤكد أو تفند إنه عنده كوليسيستايتس. زي هل يا عمي كيف وضع الدهنيات عندك؟ عمره صابك هذا الوجع قبل هالمرة؟ في عنده عمرك تصورت صورة تلفزيوني أثبتت عندك حصوة بالمرارة؟ هل في ناس بالعائلة عندك أنتم حصوة بالمرارة لأنه recently it was proved that family history plays an important role in the development of cholesterol. فهذه مثلا الأسئلة اللي بدي أسألها عنه. اثنين بدي أسأل عجبني سؤال واحد من الشباب لما قال لي هل عندك صفار أو لا. بدي أسأل عن الكومبليكيشن تبعت الستون نزلت على الكومن بايل داك على الأمبولا أو فاتر سوت لي جوندس. اثنين بدي أسأل مثلا على سبيل المثال عن بنكرياتيتس هذا differential diagnosis. كذلك بدي أسأل عن البيبتيك ألسر ديزيز. كذلك تعال على الريسبيراتوري سيستم. Respiratory system may be presented like differential diagnosis as an upper abdominal pain. The best example is lower lobe pneumonia. Lower lobe pneumonia في كثير من الحالات بيجيك بإبيجاستريك أبدومينال بين وأنت بتدخله على أساس كوليسيستايتس
والمريض بيظل في برايل وما بتحسنش شورتنس اوف بريث الى ان تكتشف ليتر اون. لو صورته من البدايه اكس راي عادي سمبل لوجدت انه في عنده اوباسيفيكيشن اول ثرو مع اوبليتريشن بالكوستوفرينيك انجل اللي هي لان او جايد لك انه هذا عنده لور لومنوبونيا. ايضا من الديفرنشال دايجنوزيس ستون رينال ستون. من الديفرنشال دايجنوزيس ما ننساهاش يا شباب ونسال عنها دائما بالهيستوري. هل في هيستوري في تروما؟ كثير من الاحيان بيجي في المريض وبتبلش انت تحلل وتخمس وتسدس وبتقلب فيها دكتور هاوس وبتنسى انه سيمبلي ممكن يكون واقع، ممكن يكون في تروما، هيستوري في تروما. ودائما ايها الرفاق في نهايه الهيستوري او لما في نهايه سؤالك في مداخله من فارس ايش دكتور؟ في مداخله من فارس؟ لا لا بالغلط المايك بالغلط دونت وري. وما ننساش يا شباب في نهاية الهيستوري دائما، وهذا له قيمة برضو كبيرة، إنه أن تسأل مريضك Is it the fifth time to have such a presentation؟ هل هذا الوجع صابك عمره قبل هالمرة؟ إذا قال لك آه بتكون مرتاح، لأنه أنت بتسولف عن cold problem، تحكي عن something يعني برجع بقول not serious. لكن إذا قال لك لأول مرة لا، بدك ترفع عتبة اليقظة في هذه الحالة. اوكي ايها الرفاق تمام دكتور. كمان السيرجريز ممكن دكتور نسال عنها؟ ثانك يو يس طبعا طبعا يس. فهذا يا شباب التصور العام عن اللي هي مساله الهيستوري تيكينج. اطلت عليكم ولا عادي ولا عادي دكتور؟ عادي بالعكس دكتور. هذا الشيء اللي بدنا يعني نكون حريصين إن شاء الله على أنه يا شباب أنه نهتم فيه. الآن في هذا السيناريو نفسه خلينا نقول كفيزيكال إكزامينيشن إنفستيجيشن، السؤال اللي دائما يطرح عليك برضو في الامتحان، دكتور إجاك هذا المريض على الطوارئ، what to do؟ بتقول له I will start by history and physical. أوكي الآن بنيجي للتريبل أسسمنت الثيرد لاين إنفستيجيشن. أنت الآن طبيب جنرال براكتيشنر موجود في الطوارئ investigation، شو بدنا نطلب له حتى نوصل الى diagnosis؟ الان احنا في عندنا differential diagnosis كثير حكيناه. الان دور الانفستيجيشن بيجي انه بيساوي لنا limitation الى ان نصل الى spot diagnosis. فهذا المريض هذا السيناريو اللي الدكتور اخذ مني history عليه، شو بدنا نطلب له بالطوارئ وكل فحص شو قيمته شو بيعطيني شو ممكن اشوف فيه؟ يلا يا شباب اكستري اول شيء دكتور. نعم أول شيء أبدومينال إكس راي أو جست إكس راي مع بعض. طيب أنا بدي ألفت انتباهك مرة ثانية وثالثة، دائما شوف برجع بقول لك الممتحن شخص كان يوما من الأيام طالب زيك، فبالنهاية هو خلينا نقول عارف المداخل والمخارج، بيعجبه لو كان اللي أمامه بيفكر نفس تفكيره وإن كان هو مثلا أخصائي وإنت طالب. فبالتالي يعني بمعنى آخر بتوصلك إياه دائما في إجابتك ترتيبك سيكونس تبع الإجابة له قيمة، يعني دائما بين لامتحانك إنه أنت فهمان المنوال العام. يعني لو أنا طلبت مني أقول لك شو الإنفستيجيشن، أنا بقول لك أول إشي بدي أطلب له سي بي سي قبل الإكسل، صح الإكسل صح، لكن إنك تقول لي سي بي سي بالبداية هون لا، بيعطيك إياها يعني إنه لا الزلمة معناته خلينا نقول فهمان درسه كويس. طيب CBC شو بنشوف في CBC؟ شو ممكن يكون white blood cell leukocytosis؟ الآن leukocytosis هذا leukocytosis بعطيني إيش إنه ممكن الاحتمالية تكون إيش أكثر؟ bacterial infection أو inflammation. طيب good. إذا first of all اللي هو WBC، WBC إذا كانت elevated leukocytosis وخصوصا اذا كانت supported by left shift. شو left shift بالمناسبه او shift to the left؟ شو يعني مرت معك بالفسيولوجي المفروض شو يعني shift to the left؟ what does it mean؟ presence of precursor cells and in the peripheral smear again. The presence of precursor cells أو stem cells يعني
في البريفرال سمير. دكتور انت فاتح جوجل شكلك؟ لا والله لا. سألتك بالله بتجوجل فيها قاعد؟ لا والله. لأنه هيك حسيت يعني الجوجلي. ببساطة شفتوا ذا ليفت يا شباب، يعني الآن مثلا إحنا مكونات البلد، في عنا البلازما وفي عنا السيلز مش هيك؟ في عنا نيوتروفيلز، إيزينوفيلز، بيزوفيلز. المقصود بالشيفت تو ذا ليفت المفروض نسبة النيوتروفيلز بالوضع الطبيعي لحد 74-76% من مكونات البلد. إذا كانت النيوتروفيلز البوليمورفز أكثر من 76%، هذا بنسميه شيفت تو ذا ليفت. هذا it indicates إنه في عندك usually bacterial infection. هاي النقطة مهمة كثير بالنسبة إلنا. مثلاً أعطيك مثال عملي، مثلاً مريض suspected appendicitis. لما يكون suspected appendicitis تطلب له CBC، أحياناً appendicitis قد يكون normal وقد يكون high. فكيف بدي أعرف أنا إنه هذا مثلاً WBC مرتفع عنده خلينا نقول 14,000؟ حتى تدعم نظريتك إنه في عندي التهاب بالأبندكس تطلع على النيوتروفيلز. إذا كانت النيوتروفيلز بالتسعينات 93%-94%، هذا strongly بيثبت إنه نعم قد يكون هذا المريض ماشي مع appendicitis، لأنه قلنا left shift it reflects usually bacterial inflammation or infection. بينما لو كانت نسبة النيوتروفيلز عنده لا 60%-70%، إذا كثير بيثبط فكرة إنه عنده acute appendicitis. فبالتالي نرجع للسيناريو تبعنا، طلبنا له CBC. أول شيء بهمني بالسي بي سي الدبليو بي سي، نعم إذا كانت مرتفعة فوق 12,000، وخصوصا إذا دعم ارتفاعها إنه هذا المريض عنده ليفت شيب تو ذا ليفت، إذا هذه بتعطيني مؤشر نعم إنه هذا قد يكون أكيوت كوليسيستايتس. اثنين بهمني أطلع على الإيش؟ هيموغلوبين أكيد. مين بيقول الهيموغلوبين شو بيفيدني في السيناريو؟ مين الشاطر؟ نعم إذا في blood loss. blood loss لمريض كوليسيستايتس مش واردة منطقيا، بس مين الذكي فيكو اللي بيربط الأشياء هذه يفكر بشكل جميل وبيقول لي بناء على الهيستوري اللي أنا أعطيته، ارجعوا للهيستوري اللي أنا أعطيته، أعطيت كذا نقطة، مين بيقول لي سي بي سي هون وبالذات الهيموغلوبين ممكن it reflects what hemolysis. No. مين بفكر؟ كولستون. No. أنا الآن الهيموغلوبين هذا المريض، خليني أسهل لك المعادلة. قلنا بنطلع أول شيء على WBC، هذا WBC كانت 18,000. لو اطلعت على WBC وكان ال HB عنده هذا المريض 17، شو رأيك؟ بناءً على الهيستوري اللي أنا حكيت، شو يعني؟ دكتور ممكن الانفلاميشن بيعمل بيزيد الار بي سيز؟ نو. مين بفكر ها؟ خلنا نشوف يلا دكتور هاوس مين اللي يطلع فيها؟ دكتور بتكون الليفت شيفت شامل الإريثرويد. نو. بدي يعني أبسطلكوا يا فكر يعني فيسيولوجيكلي rather than pathologically. بيكون عنده ممكن بيحاول يعمل كومبنسيشن لشيء معين او يعني قربتي بس بعدك بعيده. من سيربح التعريفه؟ يلا محمد رجع من محمد محمد ولا هون ماشي يا محمد. مين بيقول لي؟ طيب هذا المريض مرة ثانية عنده أبدومينال بين، صار عنده مراجعة، راجع 5-7-8 مرات وعنده أبدومينال بين ونوزي وفوميتيك. بنرجع بنقول طلبنا له سي بي سي، السي بي سي الدبليو بي سي 18,000، هيموغلوبين 17. هل بفكر يعني مثلا نعم بدخل مثلا دكتور هاي ريليتد للبيبتيك ألسر مثلا؟ لا ما بدخل. شو له علاقة بالهيبسايدين دكتور؟ له علاقة بإيش؟ الهيبسايدين كونك حكيت فكره فيسيولوجيكال يعني بإيش؟ ما سمعتك، له علاقة بإيش حكيت؟
هيبسايدن. هيبسايدن؟ ضمن الريليز اوف يعني اليوسج اوف ايرون. ف بحال مثلا لا 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 لا. طب دكتور هو هيك اصلا عنده الهيموغلوبين من اول ولا جديد صار هيك؟ جديد. دكتور إله علاقه انه ريسبيراتوري بروبلمز؟ له علاقه بالداتا اللي سالت عنها وجاوبت عليها، الا وهي عنده ابدومينال بين فوميتنج 8 تايمز وعنده نوزيا. له علاقه بالثلاث جمل هذول. دي هايدريشن يا عيني. وبتربع التعريف يا دكتوره. لك تعريف ممتاز ممتاز. نعم. اذا شباب انا الهدف من السيناريو هذا قلت لكم كلكم بكره اخير بدكم تنحطوا بالطوارئ، اياك ان تنخدع بقراءة السي بي سي. هذا المريض اللي دمه 17، حقيقة الأمر دمه ليس 17، ودمه قد يكون على أرض الواقع 9، ولكن الارتفاع الفاحش المغلوط اللي صار في قراءة الهيموغلوبين إنما نجم عن الديهايدريشن، وهذا راح تشوفوه كثير. وديروا بالكم، قولوا مقابل خرطها الخرطة. اللي بنتبه منكم بربح التعريفة، اللي ما بنتبه لا سمح الله وبيروح مريضه، ومريضه بيصل البيت وبكون دمه حقيقة الأمر 9، هنا يعني لا سمح الله بيعرض نفسه إلى مسائل كبير. هذا السيناريو يا شباب كثير بنشوفه بحالات مثلا البنكرياتيتس. بيجيك مريض البنكرياتيتس تظن أنه دمه فعليا، وخصوصا بعض حالات اللي هو بنسميها اللي هي النيكروتايزينج بنكرياتيتس. هذول المرضى أصلا بيصير في عندهم هيموريجيك بنكرياتيتس، بس لما تطلب له سي بي سي انت بالطوارئ دمه 14 15، فانت يهيئ لك انه is doing well، يهيئ لك انه ما فيش blood loss، بينما حقيقة الامر there is a lot of blood loss hemorrhage في عندك. لكن السبب في انه قراءة الهيموغلوبين عالية كما تفضلت الدكتورة التي ربحت معنا التعريف وقالت لك dehydration، هذا نتيجة الفوميتينج، نتيجة السيكوستريشن of the fluid in the third space اللي هي pathological space، أدى ذلك إلى أنه القيمة لما نوديها للمختبر بتكون خاطئة. فلذلك هذه نعم أنا اللي بدي أخذ التفتولها، اللي هي مسألة أنه الHP هون ليست حقيقية. هذه من الأشياء التركات اللي مثلا على سبيل المثال ممكن تتعرض إليه. فهذا بعنيني إذا ثلاث البليتلتس، بتعنيني البليتلتس، هذا المريض ممكن بالوضع الطبيعي يحتاج إلى عملية within the golden period of acute cholecystitis اللي هي the first 48 hours، فهذا ما بقدر أنزله عملية والبليتلتس عنده 48,000 على سبيل المثال، فبالتالي لها قيمة. بديش أطول عليكم يا شباب، جزء أكون طولت عليكم، أعتذر إن أطلت. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده تساؤل؟ حدا عنده شرائحة؟ دكتور ما بدنا نكمل investigations؟ بدكم تكملوا بكمل، بس أنا تأخرت عليكم وأخرتكم الساعة 10. شو إحنا عادي مش فارقة معنا، اللي بده يطلع عادي بيقدر يطلع. طيب إذن من أراد منكم الخروج فليخرج، وبناء على طلب الدكتور قتيبة بنكمل الانفستيجيشن، ما في مشكلة. إذن first of all CBC، وقلنا وهذا نمط الامتحان إنه بيقول لك دكتور CBC شو بتشوف فيه، شو بتفيدك هاي، طب إذا هاي مرتفعة، إذا هاي نازلة، إذا مكان. إذن CBC لحد الآن النتيجة لما طلبنا له إياها كانت عنده WBC 18,000، كان هيموغلوبينه على سبيل المثال 12، وكانت البليتلت 250,000. الآن غير CBC شو بدنا نطلب له؟ إكس راي حكينا. إيش الإكس راي دكتورة اللي راح تطلبيها؟ أبدومينال تشيست. هذا شو بنسميه؟ إله اسم لما تطلب أبدومينو تشيست لمريض مثل هيك، شو بنسميه؟ بنسميه أبدومينال سيريز إكس راي. الأبدومينال سيريز إكس راي يا شباب تشمل ثلاث صور أشعائية، ألا وهي تشيست إكس راي في الإريكت، وأبدومينال إكس راي إريكت، وأبدومينال إكس راي سوباين. ليش بنطلب إريكت يا شباب؟ أبدومينال إكس راي إريكت دكتور إيش يعني إريكت؟ إريكت إن ستاندينج بوستشر. يس وهو واقف. ليش تطلب الريكت؟
عشان الأوبستركشن؟ هي بتفيدني نعم بالأوبستركشن، لكن الأهم من الأوبستركشن أحيانا لما يكون في عندك سسبشن لبيربوريتد فيسكس وبدك تشوف إير أندر ديفرام، الإير أندر ديفرام ما بتشوفه والمريض نايم سوباين، لازم يكون المريض واقف حتى يكون أندر ذا إفكت أوف جرافيتي فلويد تحت والإير يطلع فوق لتحت الديفرام. وممكن تشوفه باللاترال، لكن إن صاش السيناريو بنطلب بنسميها الأبدومينال سيريز اللي هي بتشمل تشيست وأبدومينال إكس راي في الإريكت والسوباين. طيب شو بتتوقعوا نشوف على الإكس راي؟ أنتوا طلبتوا إكس راي ليش؟ شو بدها تفيدك؟ شو بتتوقع شو فادتك الإكس راي؟ وكيب إن مايند يا شباب إذن الإكس راي إما بتفيدني في الدياجنوزز أو بتفيدني إكسكلوجين أوف سيرتين دياجنوزز، بمعنى واحد من الديفرنشال دياجنوزز عندي لور لوب نومونيا، فبالتالي لما أطلب له تشيست إكس راي وأتوقع وأشوف الإكس راي كلير إذا معناته أنا شلت هذا التصور من بالي. غيره شو ممكن تفيدني الإكس راي؟ الأوبستراكشن. طيب لو حورت هذا السؤال إلى سؤال آخر الآن، كوليسيستايتس قديش نسبة الكوليسيستايتس اللي بيكون ناتج عن جول بلادر ستون؟ كم نسبتهم؟ ثمانين في المية. كم؟ ثمانين. نو. مين بيجاوب؟ أقل من ثمانين ولا أعلى يعني؟ أكثر بكثير. 95%. 95% of cholecystitis is related to gallbladder stone. أقل من 5% فقط من حالات الكوليسيستايتس اللي هي بنسميها A-calculus cholecystitis ما بتكون ناتج عن gallstone. طيب السؤال الثاني، قديش نسبة gallstone هذول اللي ممكن نشوفهم على الإكسري اللي يكونوا radio opaque بنسميهم، ممكن تشوفهم على الإكسري العادي، مين بيقول لي كم نسبتهم؟ هو المفروض كثير يعني، أقل من 7% 10% اللي بيكونوا راديو أوبيك. ليش؟ لأنه معظم الجول بلادر ستون هي ذا كوليسترول كونتنت، والكوليسترول ما بتلقطهم الإكس راي، بيكونوا ما بيكونوا راديو أوبيك، بيكونوا راديو لوسنس. لكن بينما بالمقابل بعد الإكس راي بيجي له للإنفستيجيشن الثالثة هسه راح فيها ألا وهي إيش السنسيتيفيتي أوف ألترا ساوند إنها تلقط الجول بلادر ستون الآن؟ 99%. عن اليهود بشار الأسد بس بدي 99% يا قتيبة مش لهالدرجة. 95 إلى 97%. هذه شو إذن بمعنى آخر the gold standard investigatory tool for biliary colic بما اشتقاته الجول بلادر ستون والكوليسيستايتس is ألترا ساوند. It has a very high sensitivity in the detection of gallbladder stone. It reaches up to 97%. بينما السنسيتيفيتي للألتراساوند to detect the common bile duct stone is قديش؟ 95% حكينا. لا هذه دكتورة للgallbladder stone. أنا بتكلم الآن السنسيتيفيتي للستون داخل الكومون بايل داكت. قديش بليارستون؟ مين بيقول لي كم السنسيتيف؟ 87% less than that of gold bladder. إذا نستنتج من ذلك الألتراساوند هو الانفستيجاتوري تول اوف تشويس، the gold standard investigatory tool. بمعنى آخر زي ما سألني معلمي بهالزمانات دكتور جميل سواقد لما امتحنني سنة رابعة بجامعة تموتي بهالزمانات وقال لي أنت بالصحراء يا ليث وفقط مسموح لك بفحص واحد، شو بتختار؟ كانت الإجابة نعم بختار ألتراساوند. ليش؟ لأنه سنسيتيفيتي للألتراساوند عالي بتوصل أنه 97% ممكن يلقط الجول بلادر ستون، فهذه keep in mind أنه سنسيتيفيتي كم. طيب السؤال الآخر اللي بنتقل لك إله ضمنيا، طيب دكتور سوينا له ألتراساوند، احنا قلنا اكس راي ليش شوفنا كذا وكذا، الالترا ساوند شو بتشوف؟ شو بنشوف فيه؟ طلبنا له الترا ساوند، جبنا طبيب الاشعه وقاعد انت بتتفرج مع طبيب الاشعه على الالترا ساوند. What are
the radiological features of acute cholecystitis انت بتشوفها على الالتراساوند حتى نقول انه هذا والله اقول ابن الكوليسيستايتس هذا لا what are the radiological features of cholecystitis شوف اذا شوف thickening بالgallbladder wall again thickening بالgallbladder wall thank you طب لو سالتك سؤال الاخر what is the most important sign بتشوفه على الالتراساوند for cholecystitis احنا بنشوف اكثر من sign لكن what is the most informative sign انه نقولها يعني لو قلت لك sign واحد بناء عليه بنقول نعم انه في عندك cholecystitis مين بيحكي لي شو هو the most sensitive and important sign for cholecystitis no ليش نو لانه انا نفسي الان قاعد بحكي معك ممكن يكون عندي جول بلادر ستون بس مش مسببيت لي كوليسيستايتس مين بيقول لي ثيكنينج وول نو ليش لانه ثيكنينج في الوول ممكن يكون يصير بالاكيوت وممكن يصير في الكرونيك كيسز فبالتالي نو ممكن سايز ممكن سايز تبعت الجول بلادر size of gallbladder no مين يقول the presence of pericholecystic fluid fluid edema around the gallbladder this is the most sensitive imaging sign على الالتراساوند الان other signs بنشوفها بالcholecystitis اكيد the presence of gallstones wall thickening بنشوف كذلك الأمر بنسميها posterior aquatic shadow وبنشوف pericholecystic edema this is the most important sign اللي هو بنسميه polycholecystic pericholecystic edema اللي هي عبارة عن fluid surrounding around the gallbladder هذا the most sensitive sign على الالتراساوند in addition to that في إشي بنسميه positive sonographic Murphy sign Murphy sign بتعرفوه مر عليكم Murphy sign مرة علينا دكتور. ميرفي ساين إنه يعني لما أنت تساوي abdominal examination palpation والمريض ask him to take a breath بيصير إله holding للبريث أثناء palpation هذا بيساوي جماعة الألتراساوند بنسميه positive sonographic sign إنه بالبروب تبع الألتراساوند أثناء هو يفحص بالمريض suddenly بيضغط بالبروب في منطقة الرايت أبر كوادران المريض بيصير عنده pain فهذا بنسميه positive sonographic sign. أو سنوغ ميرفي ساين فهذول الفور ساينز اللي بنشوفهم على الألتراساوند اللي توحي بأنه المريض عنده كوليسيستايتس أهمهم تذكروا هذا سؤال مسكيو لابور اللي هو البيريكوليسيستيك فلويد طيب ممكن نطلب انفستيجاتوري تولز أخرى ولا هيك كافي ممكن يا ار تي بي ممكن دكتور أبر جي آي اندوسكوبي واي عشان البيبتيك ألسر أشكرك إذا نعم ممكن نطلب أبر إندوسكوبي to rule out other differential diagnosis بيبتيك ألسر شو كمان investigation ممكن نطلب يا شباب الكي اف تي كدني فان لا الليفر ليفر فانكشن تست كي اف تي مين اللي قالت كي اف تي خربطت الدكتور قصدي ليفر فانكشن تست يعني دكتورة شو بنطلب كمان قولي مش عارف خلاص شو كمان يا شباب دكتور ممكن نطلب ماركرز للتيومرز مثلا لا هون شوف انت ميز لما يطلب منك انفستيجيشن وانت في الطوارئ وكيب ان مايند انه هذا انت الان وظيفتك تصل الى دايجنوزيس في الطوارئ وبعدين المريض اذا بحاجه لدخول راح يدخل الى القسم وهاي الادفانسد انفستيجاتوري تولز ليتر اون تطلب لكن في الطوارئ مثلا بالطوارئ ما في تيومر ماركرز ما راح نطلب التيومر ماركرز طوارئ مثل سي بي سي كيفت ليفت قصدت الدكتوره كيفت دكتوره قصدتي قصدك ايش دكتور قصدتي كيفت بدل الكي اف سي قصدك يعني اللي هو كيدني فانكشن تيست هاي قصدتها وطلعت معك كيف كي اف سي طيب الكيف شو بتفيدك دكتوره هون
ليكون إشي بال شو اسمه بالكدني يعني. لأنه رايت أبر كوادرنت لأنه رايت أبر كوادرنت مين. Thank you. هاي واحدة. وواحدة ثانية دكتورة تشوف بعدك حافظة اللي حكيناها قبل شوي ولا لا. شو الثانية اللي بتفيديها بتفيدك فيها الكيف؟ البيلي شو اسمه هاي اليوريتريك كوليك؟ نو. هسا حكيناها إلها علاقة بال اتش بي قلنا. شو بتفيدني الكوليك in such a scenario؟ كيف دي الكيدني فانكشن تيست؟ إنه؟ إذا في كيدني يس هذا المريض اذا ديهايدريشن اليوريا كرياتينين ريشو بدها تكون بالعلالي هذا البيشنت بده يكون الكيدني فانكشن تيست هذا شو بنسميهم ازوتيميا اللي هي البري رينال كوز اوف الكريس في الكيدني فانكشن فهذا نعم اتريفليكتس ديهايدريشن اذا هذا من ضمن الاشياء اللي ممكن اطلبه ايضا من ضمن الانفستيجيشن اللي ممكن اطلبها في الطوارئ ان ساتش سيناريو ليفت ليفر فانكشن تيست to rule out ايضا differential diagnosis اخر like hepatitis شيء صحيح شو ممكن تطلبوا له اشياء بس هو ها ما سمعتش سيرم اميليز دكتور thank you very much yes it's very important لأنه هون الديفرنشال دياغنوزيس تبع ليش بانكرياتايتس اكزاكتلي exactly. طيب ممكن نطلب له أشياء ثانية والله غير تطلبوا له كل شيء غير تخلصوا لنا الشرائع اليوم ممكن دكتور كمان بي اتش مونيتورينج تيستينج مين هي بي اتش مونيتورينج تيست For what? For acidity for the stomach. يعني هاي برضو قتيبة أنت ولا مين؟ قتيبة دكتور. بس كنت فوق شو اللي نزلها كوتا. قتيبة هذه يس ممكن نطلبها. لكن برجع بقول. أنتوا أكثر من واحد. ايوه بدي اقول في قتيبه فوق قتيبه تحت قتيبه هون هذه قتيبه it is an advanced investigatory tool it is not present in the emergency department هاي later on المريض لما يطلع القسم ممكن نعم نطلب له اياها اذا شكينا في عنده جير اذا شكينا عنده peptic ulcer طيب يعني تقريبا هذا الانفستيجيشن اللي بنطلبها لكن لو سالت انا الان السؤال الاتي هل ممكن نطلب له سي تي ومين بايد نطلب له سي تي ومين لا وليش ومش ليش ممكن نطلب chest CT for exclude inferior MI to exclude MI وهذا بيقودنا الى investigation اخر نسينا نحكي عنه انه you can شوف انا الفكره اللي بدي اياك وتصلوا الها خاصه لمن انتوى منكم ان شاء الله ربنا بيفتحها عليكم جميعا وبتسافروا لبرا وبتحققوا احلامكم الآن في الخارج يعني بجوز أن هون إحنا يعني فلت حكم أن كثير من الأشياء لكن في الدول الخارج المتقدمة بريطانيا أمريكا هالناس هاي في تيرم يستخدم كثير اللي هو بنسميه cost effectiveness وأكيد مر عليكم بالفارما بهالزمانات cost effectiveness بمعنى آخر أي فحص أي تحليل أنا سأقوم فيه للمريض يجب أن يكون يتلائم وله مدعاة في مدعاة طبية مش مشايل احنا للاسف كثير وراح تشوفوا هذا الشيء على ارض الواقع وفي كل الاماكن سواء في بسمه ولا عدم المؤاخذه بالمؤسس ولا بالجيش للاسف ولا في القطاع الخاص كثير من الفحوصات تطلب يعني زي ما بيقولوها ضربه عشواء ذات اليمين ذات الشمال بيجيك المريض مفلوز ما بتتفاجئ انه الطبيب اللي موجود في الطوارئ طالب له سي تي هذا في البلدان اللي سابقيننا هذا يحاسب عليه الطبيب لانه المريض اللي هناك بالتامين هو اللي بيدفع عنه فبالتالي المريض يحق له ان يقاضي طبيبه والطبيب بيدفع ثمن هذا الفحص اذا ادرك المريض انه هذا الفحص ليس له مدعاة هذا المقصود بالكوست افكتيفنس بناء على ذلك في بعض الحالات قلت لك احنا عندنا مخابطه الامور كثير منها مريض ابندكس ما في داعي اني اطلب له سي تي مريض اللي هو انا ذكرته الان مثلا السيناريو اللي احنا بنحكي عنه للأمانة ليس هناك ضرورة للسي تي ليش؟ لأنه احنا حكيناها قبل شوي
95% من البيكتشر الالترا ساوند بلقطها. وعلى فكره the ultrasound is more sensitive than CT in detecting gallbladder stone. يعني sensitivity and specificity of CT for gallbladder stone is حوالي 93%, بينما الالتراساوند بيوصل 95 إلى 97. فبالتالي هذه النقطة شباب خلوها في بالكم لما تسأل إنه شو الانفيستيجيشن اللي هي to be H اللي هو مصطلح الكوست إفكتيفنس, إنه هذا الفحص أطلبه للمريض شو تكلفته على المريض, هل له قيمة إضافية, هل إنه أنا استفدت زي ما فصلنا قبل شوي إنه هذا الفحص شو بيقدم لي معلومة. فهذه keep in mind. إذن هذه تقريبا الانفيستيجيشن اللي بنطلبها للمريض. بناء على ذلك أصبح هذا المريض واصل أنا إلى تشخيص, إلى spot diagnosis, ألا وهو acute cholecystitis. ألو مقيم الجراحة المناوب, نعم لو سمحت في دخول عندك acute cholecystitis. أتوقع أن كرابعة مطلوب من كل أحد, يعني كمانجمنت خلينا نقول كسيرجري ما رح يكون مطلوب منكم. فهذا تقريبا يعني أكتفي بذلك, ناش نطول عليكم أكثر من هيك. أتمنى لكم التوفيق جميعا. كان بودي أنه نلتقي face to face نشوفكم نتعرف عليكم زملاء وإخوان أعزاء, نتمنى لكم التوفيق. لكن ظروف الجائحة اللي عنده سؤال أنا جاهز. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعطيكم العافية جميعا وبالتوفيق إن شاء الله, وإذا قدر لنا أن نراكم على أرض الواقع سنراكم إن شاء الله, ما بنقصر معكم بعون الله. أمنياتي للجميع بالتوفيق, وسلموا لي عم محمد كثير السلام. محمد شو سلموا لي عليه كثير السلام. سلام. شكرا دكتور, يعطيك الله يسلمك. يلا في امان. شكرا دكتور, حياكم الله جميعا. الله معك.